تعودين كنا بالاعتدال الربيعي، يعني بس يصحصح الجو تصحصح معه وزارة الكهرباء وتكرمنا بكم دقيقة زيادة، بس الظاهر هالمرة نسيوا القاطع نازل وهي اعتدل الجو وما عم نشوف اعتدال بالتقنين. يعني اجت الحزينة تفرح ما لقيت للفرح مطرح. أغلب المحافظات السورية عم تكتفي بنص ساعة وصل بعد 6 أو 7 أو 8 ساعات قطع. يعني بهالنص ساعة شو بدنا نلحق نعمل؟ نستخدمهم بوعي مثل ما نصحتونا مرة؟ الحل الوحيد اليوم إنه نخصص كل نص ساعة توصل كهربائي لشيء، يعني نخصص نص ساعة لوجبة سريعة على الغسالة عم تسابق الوقت، ونص ساعة للكوي، نص ساعة لحتى تفتر المي بالآذان، نص ساعة لحتى نضوي البيت ونتعرف على وجوه بعض من جديد، ونص ساعة لحتى نسأل أين العدالة الكهربائية؟ في عالم مو قدرانة تشغل مولدة ومو قدرانة تجيب بطارية، في عالم صار رايح 10 سنين من عمره على العتم. يعني المضحك المبكي أنه تفوت على غرفتك وأنت مشغل فلاش موبايلك وتتفاجأ بعد شوي أنه جاي الكهرباء، ولكن نحن تعودنا على فلاش الموبايل وتعودنا على العتم.